مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم من جديد ونعتذر عن التأخر في العودة على الهواء، لكن بسبب الانقطاعات المقطوعة، الاتصالات المقطوعة بشكل دائم على الداخل السوري. معنا الآن أيضا من اللاذقية عروس الساحة للناشط الإعلامي الأخ سليم العمر. السلام عليكم أخي سليم. وعليكم السلام ورحمة الله. سليم العمر، مراسل شبكة شام الإخبارية في اللاذقية وريفها. سأقدم شرح لآخر تطورات الوضع الميداني في ساحل في ساحلنا الكريم. سأبدأ من ريف مدينة اللاذقية وتحديدا مدينة الحفة الصامدة. بعد عودة عمليات الجيش الحر إلى هذه المدينة الصامدة والأبية، عاد النظام ليقصف هذه المدينة وقراها قصفا عنيفا جدا. وقبل قليل وصلتنا أنباء عن استشهاد 7 مواطنين مدنيين عزل في قرية شيرقاق نتيجة القصف المدفعي على هذه القرية التي لا يتجاوز عدد منازلها 40 منزل. الوضع في هذه القرية الآن هو وضع مأساوي جدا حسب ما أفادنا الناشطون في تلك المنطقة. أيضا الجيش الحر عاد إلى هذه المنطقة بعد أن دخلها الجيش النظامي في فترة سابقة، وعادت عمليات الجيش الحر إلى هذه المدينة، والاشتباكات تحدث في كل يوم ليلا ما بين القوات الأسدية وقوات الجيش الحر. هذا في مدينة الحفة. أما في جبل التركمان الصامد، أيضا الجبل يرزح تحت القصف منذ أكثر من 2 شهر وحتى الآن، والقصف مستمر ولا يهدأ. ولكن الحمد لله اليوم لم يبلغنا أحد النشطاء في تلك المنطقة عن شهداء في تلك في جبل الأكراد الصامد، وإنما القصف يؤدي إلى تهديم ما تبقى من المنازل. وعلى الرغم من ذلك، وعلى الرغم من القصف العنيف الهمجي على هذه المنطقة، خرجت مظاهرة إقامة بها ما تبقى من السكان المدنيين في مدينة سلمة. أيضا القصف في يطال المدن السكان المدنيين ومنازلهم، وأيضا المساجد في جبل الأكراد الصامد، حيث البارحة أفادنا النشطاء بقصف كل من مسجد المارونيات والعيد. أيضا القصف يتركز على كل من كباني وكندي والعكو، وأيضا سلمة ودورين، وهاتان القريتان في يتعرضان لقصف عنيف جدا. سليم، إذا سمحت لي بسؤال الآن، هو حول المعارك التي تدور بين الجيش السوري الحر وعصابات طاغية الشام. هناك أيضا افتعال لحرائق كبيرة في مدينة اللاذقية في الريف، وخصوصا في جبل التركمان والجبال القريبة من المنطقة التي أنتم موجودون بها. أيضا أنا كنت سأكمل في تقريري، أيضا القصف يؤدي إلى اشتعال الحرائق ليس فقط في جبل التركمان وإنما في جبل الأكراد، لكن في جبل التركمان وتيرة القصف تكون أكثر من القصف على جبل الأكراد، مما يتسبب في اشتعال حرائق كبيرة. حتى أننا أبلغنا الناشطون بأن الحرائق وصلت إلى القرى الطائفية المؤيدة للنظام الأسدي، وهم الآن يحتارون في أمرهم من افتعل هذا، ولكنهم لا يعلمون. النظام نتيجة القصف الآن لم يعد يميز ما بين قرية مؤيدة وقرية معارضة. النظام يزيد من وتيرة القصف بسبب زيادة عمليات الجيش الحر. في أول أمس قام الجيش الحر بعملية قنص لكتائب الأسد، وأسفرت العملية عن قتل عدة أشخاص من الشبيحة من في جبل التركمان الصامد. أيضا اليوم أخبرنا الناشطون في تلك المنطقة بخروج 5 دبابات عند قرية النملة وتمركزهم تمهيدا لقصف جبل التركمان، لأن القصف لأنهم يعرفون أنه ما من نتيجة لهذا القصف العنيف سوى الحرائق التي وصلت إلى تركيا. وقامت السلطات التركية بفعل ما هو يلزم حتى تمنع انتشار الحرائق إلى الغابات في الجانب التركي. وأيضا سحب الدخان كثيفة تغطي سماء جبل التركمان بالكامل نتيجة الحرائق الكبيرة. والجدير بالذكر أن المدنيين لا يستطيعون المساعدة في إطفاء هذه الحرائق لأن الطيران العمودي يمنعهم من القيام بذلك. هذا عن ريف مدينة اللاذقية. الآن سأنتقل إلى مدينة اللاذقية. أيضا مدينة اللاذقية لا يوجد لدينا الآن 3 شهداء في مدينة اللاذقية. أولا الشهيد محمد العمر من مدينة اللاذقية استشهد في حمص وهو يدافع عن المدنيين، والشهيد محمد الشعار الذي استشهد تحت التعذيب، والشهيد ياسر كدو الذي تعرض بيته لحمل الدهم صباح اليوم في
في بستان الحميمي في اللاذقية، وكان نتيجة مداهمة بيتي أن قاموا بتصفيته ميدانيا وقاموا باعتقال أحد أقربائه كان معه في المنزل. إذا يوجد في اللاذقية موثق حتى الآن 3 شهداء عدا عن الشهداء 7 التي ذكرتهم في أول المداخلة. أيضا وجدير بالذكر أن في مدينة اللاذقية القوات الأمن تحمل لوائح لشباب مطلوبين لخدمة الجيش الاحتياطية ولا يخبرون أحدا، يقومون بإيقاف الشباب عنوة ويأخذون هوياتهم وينظرون ويتأكدون من لوائح المطلوبين ولوائح الاحتياط. إن وجد لهذا الشاب لا سمح الله اسم في هاتين اللائحتين يقوم فورا باعتقاله أو بسحبه إلى الخدمة الاحتياطية دون علم سابق أو أي إنذار. يعني حتى الآن دعني أقول لك أن الشوارع في اللاذقية تكاد تخلو من الشبان وممن هم يعني في هذا في من وممن هم في العمر الذي يسمح في سحبهم للجيش. ايضا وجدير بالذكر ايضا ان هنالك حملات تفتيش مستمرة على المناطق السائرة سواء في الاحياء السائرة ايضا حي قنينص وحي صليبة وحي الرمل الجنوبي وحي علي جمال وحي الرمل الجنوبي وحي اطابيات والصيداوي وبستان الحميمي. في أغلب هذه المناطق الحملات تكون شبه يومية، يقوم بسحب الشباب للخدمة الإلزامية رغما عنهم ويقومون أو بيقومون بزجه في السجون بحجة أنهم يسيرون أعمال الشغب. أيضا على الحواجز المنتشرة على حي الرمل الجنوبي يقوم الأمن بتفتيش النساء وسحب الحقائب منهم، سحب يعني ليس تفتيش الحقائب وإنما سحب الحقائب، ويقومون أيضا باعتقال النساء من على هذه الحواجز. حتى أبلغونا أنا في البارحة أنهم قاموا باعتقال شخص من بيت الطحان وزوجته في حي قنينص بعد مداهمة منزله. يعني النظام الآن يلجأ إلى سياسة التهجير وهذا ما نخشاه في ساحلنا الكريم. ولكن الآن هناك قصف على المناطق، اليوم عندما نرى القصف على مدينة اللاذقية هناك أماكن محددة تقصف مدينة اللاذقية وريفها، هناك أيضا مرصد القصب. أخي الكريم هذا المكان نحن دائما في الأخبار العاجلة يردنا مرصد القصب يقصف بشكل دائم اللاذقية. أخي الكريم ما هو سبب القصف من أماكن معينة للمناطق الموجودة في مدينة اللاذقية؟ القصف على أنت مرصد برج القصب هو قريب على جبل الأكراد وجبل التركمان، ويوجد مرصد آخر أيضا اسمه مرصد مباتي. هذان المرصدان تتمركز فيهما حوالي كل مرصد 5 إلى 6 دبابات وأيضا راجمات صواريخ وأيضا مدافع هاون. يعني تصور أن في كل مرصد 5 دبابات إلى إضافة راجمات ومدافع هاون. لا يهدأ كل من المرصدين من القصف ليلا نهارا ليلا نهارا. يعني أول جيش الحر حتى اللحظة هو لم يستطع الوصول إلى هذه المناطق بسبب عدم توفر السلاح النوعي الذي يلزم لذلك. وطبعا المرصدين بعيدين جدا عن أماكن تمركز الجيش الحر، لذلك الجيش الحر لم يستطع حتى اللحظة وهو يحاول جاهدا الوصول إلى هذه المناطق للسيطرة عليها. هذان المرصدان بالفعل هما مصدر القصف لكل من جبل الأكراد وجبل التركمان، بالإضافة إلى مقر كتيبة الصواريخ الموجودة في رأس البسيط التي تقوم بقصف جبل التركمان. يعني وأيضا الراجمات الصواريخ المتمركزة في قرية الزوبار أيضا. يعني هذه الأماكن كلها أماكن مؤيدة للنظام السوري ومنها يتم القصف. يعني النظام يلجأ إلى سياسة طائفية بحتة من خلال زج الأخواننا في الطائفة الكريمة في المعركة رغما عنهم، على الرغم من أن هنالك مناطق رفضت تواجد الجيش ليتم منها قصف المناطق السائرة. أيضا في مدينة جبلة اليوم خرجت مظاهرات عدة في جامع الرحمن رغم محاصرة الأمن لها، ولكن أبى أحرار جبلة إلا أن يقوموا بتكبير في هذه المنطقة ويهتفوا لدارية الجريحة ولطرابلس الشام التي لم تهدأ يوما عن نصرة ثورة سوريا الكريمة. نعم أخي، أيضا ماذا عن وضع الأهالي في هذه الفترة التي لم تشهد لها سوريا مثيل في السابق وإلى الآن؟ هناك الأيام تمر على سوريا عصيبة، ما هو حال الأهالي في مدينة اللاذقية؟
الأهالي يعيشون في حالة من الذعر والرعب الشديد، يخافون على أبنائهم من الاعتقال لأنهم لا يعلمون متى وبأي وقت، حتى في منتصف الليل تكون حملات الدهم. يقوم يعني الحالة رهيبة، يخافون على أبنائهم حتى أنهم يقومون بإخفاء الشباب الموجودين في المنزل خوفا من الاعتقال، إما بتهمة أنه مطلوب بالتهمة المظاهرات أو أنه مطلوب لخدمة الجيش الاحتياطي. يعني الآن الوضع، يعني أنا قلت قبل قليل أن شوارع مدينة اللاذقية الآن تخلو من الشباب الذين من الشبان الذين عادة يكونوا في الطرقات، ولكن للأسف الآن تجد في شوارع مدينة اللاذقية فقط منهم دون أكبر من 40 عاما، والنساء بالإضافة إلى النساء والأطفال. للأسف هذا ما وصلنا إليه في مدينة اللاذقية. يعني دعني أقول لك الوضع الآن في المدينة سيء للغاية، مع الجدير بالذكر أن المواد الإنسانية الإغاثية غير متوفرة، مع الغلاء في المعيشة، يعني حتى أننا المواد الغذائية تكاد تكون أسعارها مرتفعة جدا جدا، وهذا يعني من مسببات النظام، من الأمور التي يفتعلها النظام افتعالا بعدم إيصال المواد الغذائية إلى ساحلنا الكريم. يعني الوضع المعيشي صعب للغاية، إضافة إلى حالة الرعب والذعر المنتشرة بين أهالي المدينة، سواء ليس فقط في مدينة اللاذقية وإنما أيضا في مدينة جبلة ومدينة بانياس مدينة طرطوس. أيضا مدينة طرطوس تنتشر فيها الحواجز الأمنية بكثافة جدا كبيرة، على الرغم من أن المدينة تكون نوعا ما الحراك الثوري فيها يمس طابعا آخر بسبب الضغط الموجود في هذه المناطق، إلا أن الأحياء السائرة هي حائرة بالفعل بكل معنى الكلمة. يبتكرون كل يوم وسيلة جديدة للتعبير عن رفضهم لهذا النظام، يبتكرون كل يوم وسيلة وطريقة جديدة للتعبير بكل معنى الكلمة عن أنهم لا يريدون بشار الأسد رئيسا، وإنما يريدون محاكمتك واعتباري كمجرم حرب. نعم، أشكرك جزيل الشكر أخي سليم العمر، كنت معنا محدث